أهلا مشاهدي الكرام، مشاهدي أنفاس بريس، ضمن برنامج أو ضمن حلقة جديدة من برنامج ضيف وقضية. الضيف الذي نستضيفه اليوم هو الزميل سمير شوقي، من نستضيفه من خلال إصداره الثالث الذي يتناول ملك محمد السادس الملك الأفريقي 20 سنة من الدبلوماسية المغربية في أفريقيا. سوف نتناول فيه سياق وحيثيات هذا الكتاب وإصداره الثالث ضمن هذا السياق. أستاذ سمير شوقي، أهلا وسهلا، مرحبا بك. أهلا وسهلا، كيف الحال؟ الحمد لله. أولا هذا إصدار الثالث باللغة الفرنسية، أولا نبغي نعرفه يعني شنو هذا العشق وهذا الولع للكتابة والتاريخ وأنت الإطار البنكي السابق والإطار الإعلامي حاليا. الإطار البنكي هذه قصة قديمة، لأنه أنا تفرغت للصحافة تقريبا دابا 21 سنة. الصحافة هي عشق أبدي وقديم، وحتى وأنا كنت كإطار بنكي. الكتابة الصحفية والكتابة ديال الكتب الأدبية ما كاينش فرق كبير، هو ملي تيكون هذا العشق ديال الكتابة فكيكون في جميع المجالات. أنا الكتب ديالي ربما قليلة، ولكن كل كتاب مرتبط وعنده دلالة ديال الأحداث في واحد التاريخ في واحد الظرفية. وبالتالي كنعتقد أنا صحفي كصحفي وخصوصا مدير نشر ولا كان مسؤول على مجموعة إعلامية، تنعتقد أن من الواجب أنه كيكون عنده فرصة أنه كيواكب أحداث مهمة وأحداث كبيرة، تنعتقد أنه من أقل الواجبات ديالو أنه يوثق المسار ديالو، يغني الخزينة المغربية بكتب اللي تتحدث على محطات أساسية بالنسبة للبلد ديالو. يعني ممكن نقولوا بانه هذا التراكم اللي كان عندك في متابعه عدد من القضايا اللي كانت عناوين ديال الاصدارات يعني شكلت لك واحد الارضيه لاصدار هاد الكتب هذه. بالتاكيد، فمثلا هذا الكتاب الاخير هذا يعني ما جاش اعتباطي، لانه جا كثمره لواحد 20 سنه من المواكبه ديال الزيارات الملكيه في افريقيا، 20 سنه من مواكبه الدبلوماسيه المغربيه في افريقيا. وبالتالي كاين واحد المرجعيه اللي وارضيه اللي كتعطيك انك كاين ما تكتب وكاين علاش تكتب. وكنعتقد انه بعد 20 سنه من الدبلوماسيه الملكيه في افريقيا، اقل شيء يمكن لي انا شخصيا نعمله، وانا كنت في الميدان في عدد كبير من الزيارات، هو انني نتقاسم مع القراء ومع المغاربه هذه التجربه بما هو معروف فيها، ولكن كذلك بالعدد من الكواليس ومن الامور اللي تذكر لاول مره. نعم، بالنسبه ل 20 سنه كيف ممكن تكملوا على العناوين الكبرى ديال هذه 20 سنه كيف مرت افريقيا؟ والذي جينا نديروا عناوين كبرى، اولا تغيير كلي لبوصله الدبلوماسيه المغربيه، هذا كعنوان كبير. وكعناوين فرعيه ممكن نقولوا الدبلوماسيه الاقتصاديه، تعاون جنوب جنوب، والقوه الناعمه الضاغطه. نعم، يعني ملي القوه الناعمه شنو المقصود بها؟ القوه الناعمه مثلا نعطيك بالنسبه للمغرب والسياسه اللي جا بها محمد السادس منذ اعتلائه العرش، وهنا لابد نرجعوا واحد شويه ونذكروا السياق التاريخي لانه مهم. محمد السادس لما خدا العرش في سنة 1999 لقى المغرب واحد 15 سنة وكيجر وراءه سياسة الكرسي الفارغ في إفريقيا، لأن المغرب انسحب في 1984 من منظمة الوحدة الإفريقية. وبالتالي جاء بفكرة أساسية أنه خصو يملأ هذا الفراغ، وباش يملأ الفراغ ماشي بأي كان، خص يكون عندك وسائل العمل ومنهجية. فالمنهجية الأساسية اللي ركز عليها الملك محمد السادس هي توجهه حول التعامل الاقتصادي والتعاون جنوب جنوب. بمعنى في الوقت من 1990 لما جاء لقى بأن واحد نصف دول إفريقيا معترفة بكوليزاريو، وبالتالي باش ما يحصرش التعامل ديالو مع الدول الإفريقية غير على الدول اللي مع المغرب، خلى القاعدة واسعة، ولكن اجي نتعاملوا بما يفيد شعوبنا من الناحيه الاقتصاديه بمنطق رابح رابح، ونخليو الخلافات السياسيه جانبا هي لا تعيق. هذا تغيير كلي في السياسه الدبلوماسيه المغربيه بخلاف ما كان على عهد الملك الراحل الحسن الثاني، وكانت الفكره ناجحه جدا. اذا هذه هي المنهجيه، ولكن هذه المنهجيه خصها الوسائل باش تنجح.
الوسائل هي ملي تنقولوا الدبلوماسيه الاقتصاديه والتعاون جنوب جنوب، خصنا نعطيوها اليات العمل. اليات العمل هي ضروره تواجد الاقتصادي المغربي في العمق الافريقي. ومن هنا جات الفكره ديال الابطال الوطنيين. الابطال الوطنيين هم الشركات الكبرى المغربيه اللي استثمرت في عدد كبير من الدول، واللي كانت كيف ما كيقولوا الفرنسيين كوم ان اكليغور، اللي كتسبق وكتشعل الضوء وكتوجد الارضيه الخصبه وكتشتغل فيها. وبعدين كان الملك محمد السادس كيمشي في زيارات للدول وكيدشن مشاريع اللي سبقوا المقاولات المغربيه وبداو تيشتغلوا، بمعنى كانت زيارات عمل وزيارات ديال شي حاجه اللي ملموسه، ماشي زيارات ديال الخطابات الجوفاء والشعارات. دونك شنا كنا حاضرين وشنا واحد العدد كبير ديال التدشينات ديال المشاريع ملموسه. ويكفي جوج الارقام مهمين. ان ثلاثه الارقام، في 20 سنه الملك محمد السادس زار حوالي 29 دوله في 50 زياره وتوجت ب 1000 اتفاقيه. ثلاث ارقام كتعطيك دلاله كبيره على ما انجز. 1000 اتفاقيه في 20 سنه مقابل واحد 400 اتفاقيه اللي كان المغرب دار في واحد 40 سنه اللي قبل محمد السادس. يعني هنا كيبان الجهد ايضا والحضور المغربي بطبيعه الحال، حضور وجهد كبير وتنسيق. لان الاهم حاجه هو التنسيق، لان ما يكفيش انك تمشي توقع اتفاقيات مع دول وتمشي وانتهى الامر، لا، تيتم الاعداد للزيارات بمشاريع. كاين المشاريع اللي كتبدا فعليا عمليا، وكاين المشاريع اللي كتعدد الاعداد ديال من الناحيه الاداريه ومن ناحيه الوثائق والاوراق، وتتم الاتفاق والتوقيع امام الملك ورئيس الدوله المستضيفه. ومن بعد تجي مرحله المواكبه، كاين فريق مواكبه في الديوان الملكي، وكاين حتى من بعد لما تخلق المنصب ديال الوزير المنتدب للشؤون الافريقيه بوزاره الخارجيه، حتى هو من المهام ديالو متابعه ومواكبه المشاريع اللي كتطلقها المملكه المغربيه في افريقيا باشراف مباشر من الملك محمد السادس. ملي كنتكلموا على المشاريع، ماشي القصد فقط هو المشاريع العموميه ديال المؤسسات ديال الدوله، ولكن حتى القطاع الخاص اللي عنده دور كبير في هذا المجال. لا، دور كبير. انا لما قلت لك لان ملي تناخذوا مثلا الابطال الوطنيين اللي تكلمت عليهم لي شامبيون ناسيونو، راه الاغلبيه فيهم من القطاع الخاص. عندنا ثلاث ابناك المغربيه الاولى نقولهم لانهم معروفين، تجاري وفا بنك بمسيو بنك اوف افريكا ولا بنك بوبولير، هادو كانوا قاطرات في هذا المجال وهما اليوم حاضرين في اكثر من 30 دوله. يكفي ان 30 دوله بمعنى انهم عطاو للمغرب الرياده البنكيه في افريقيا، وهذا راه ماشي شي حاجه اللي سهله، راه حاجه كبيره. لان شنو اللي تعطي دفعه لاي اقتصاد؟ هو التمويل. فلما مشاو هاد الابناك المغربيه في عدد كبير من الدول، كانوا رافعه لاقتصاديات هاد الدول من خلال التمويل. التمويل تعطيك الاستثمار، الاستثمار تعطيك خلق مناصب شغل، خلق مناصب شغل كيخلق لك واحد الاليه واحد الديناميكيه في الاقتصاد، اذا دفعه. فهذا هو القوه الكبيره اللي كاينه عند المنظومه الاقتصاديه، المنظومه البنكيه المغربيه في افريقيا. كاينين بطبيعه الحال مقاولات كبرى ديال القطاع الخاص بحال اتصالات المغرب، كاينه في عدد كبير ديال الدول الافريقيه، عدد كبير ديال الدول، بالاضافه للمقاولات الكبرى التي تنشط في العقار، والتي تنشط في الصناعات الدوائيه، والتي تنشط في الصناعه الغذائيه، وعدد كبير من الامثله يمكن نذكر لك فيهم. بالاضافه كاينين المؤسسات العموميه الكبرى اللي بطبيعه الحال نازله بالثقل ديالها، وهنا وعلى راسها لوسيبي. ما نساوش بان لوسيبي اليوم عندها مسؤوليه كبيره في افريقيا من ناحيه السلامه والامن الغذائي، لان اليوم التحدي الاول في افريقيا هو الامن الغذائي. يمكن لك تكلم له على اي حاجه، ولكن كيبقى الامن الغذائي هو اولى الاولويات في افريقيا، وحنا راه عارفين السيروره التاريخيه ديال هذا الشيء. علاش الامن الغذائي ملي تيجي من الفلاحه، عنده ارتباط بالفلاحه. الفلاحه هي البذور لي زونغري،
الا ما عندكش البذور تتبقى عندك فلاحه متخلفه. كيف ممكن تكلموا على هذا الديناميك الاقتصادي اللي تكلمت على السي سامي الشوقي وعلاقته بهذا المنطق او معدل ديال الربح؟ رابح اشنو ربحنا اقتصاديا وشنو ربحت افريقيا اقتصاديا؟ احنا ربحنا اقتصاديا الشيء الكثير. انا نعطيك رقم سهل باش تعرف شنو ربحنا. مثلا الابناك المغربيه اليوم الارباح الصافيه ديالها كتوصل حتى الثلث ديال الارباح من خلال الانشطه اللي في الدول الافريقيه. ثلث الارباح راه كنتكلموا على ملايير ديال الدراهم. اذا رابحين بشكل كبير هذه المقاولات ديالنا. وملي تنقولوا رابحين المقاولات ديالنا في الدوله ديالنا اللي راه رابحه، لان تدخل الارباح للمغرب كتدخل عن طريق عمله صعبه، كتزيد هذوك المؤسسه البنكيه المغربيه في الراس مال الذاتي ديالو، يعني كتعطيها فرص استثماريه كبرى دونك، وكتزيد تتكبر، وهذا تيزيد كيعزز الناتج الداخلي الخام المغربي. ربحنا الشيء الكثير كذلك من خلال القوه الناعمه. ما نساوش ان التموقع ديالنا بهذا الشكل في الدول كيعطينا قوه تفاوضيه كبيره، كيعطينا مصداقيه. الدول اللي تعنا مع رابح حتى هما رابحين. نعطيك مثال، مثلا في نيجيريا لو سي بي داروا واحد المعمل ديال انتاج الاسمده. نيجيريا من قبل كانت كتشري الاسمده من الخارج بالعمله الصعبه، ما تبقاش تشريهم. في العوض ما تشريهم بالعمله الصعبه ومن الخارج كاستيراد، كتولي كتصنعوا في بلاد. اولا كتخلق يد عامله، كتخلق يد عامله لي زومبلوا، كتشغل الناس ديالها وكتربح الفلوس، لان كيمكن لها كاع الا بقى عندها شي فائده هي تبيعه لدول اخرى. دونك فغالبيه المشاريع اللي كنعملوا فهي رابح. هاد الابناك اللي قلت لك راه الاف مناصب الشغل. الاف مناصب الشغل. كذلك بالنسبه الى خدينا مثلا رويال اير ماروك، الخطوط الملكيه المغربيه اللي اليوم كتغطي 33 مدينه افريقيه، 33 من غير المغرب، ما تندويش على المغرب، 33 مدينه افريقيه اللي كتوصل لهم، يعني من اكبر شبكات الطيران، من احسن شبكات الطيران اللي كاينين في افريقيا الخطوط الملكيه المغربيه. هذوك الدول الافريقيه شنو تربح؟ تتربح انك تفكها من العزله. هنا رويال ارم كتفك ديك الدوله من العزله. وخاصك تعرف مثلا اليوم واحد العدد كبير ديال الدول الافريقيه اللي بغاو يمشيو للولايات المتحده الامريكيه ضروري يدوزوا من الدار البيضاء. الدار البيضاء هي المحطه، هي الهب. ولكن باش يوصل للدار البيضاء راه الارام كتجيبو من البلاد ديالو، كتجيبو من داكار ولا من كوت ديفوار، ولا كتجيبو من التنقل ديالو. كتضمن له التنقل. دونك هادشي شي نعم كاين هذا الجانب الاقتصادي. واش ممكن تكلموا حتى على الجانب اخر اللي هو الجانب الروحي؟ لانه حتى الحضور الملكي في افريقيا ماشي هو اقتصادي صرف، وكاين حتى هو دبلوماسي اللي غنتكلموا من بعد، ولكن حتى الجانب الروحي في عدد من علاقته بالزوايا، يعتبر اول امير المؤمنين وكذا. هنا كاين الدبلوماسيه الملكيه في افريقيا عند النواة. النواة هي اقتصادية اللي تكلمت عليها، ولكن هذيك النواة ما يمكنش لا تمشي بوحدها، تيخص الروافد. الروافد ديالها هي القوة الناعمة اللي تعطيك. القوة الناعمة فيها الأمن الروحي، فيها المساهمة ديال المغرب في الأمن والسلم، فيها التكوين والتعليم، وفيها سياسة الهجرة. دونك ها هما اربعه ديال المحاور الاساسيه اللي باش كيشتغل المغرب في القوه الناعمه. هنا ملي تتقول لي مثلا الامن الروحي، فالعلاقه الروحيه ديال المغرب مع افريقيا عندها امتداد ديال قرون. الزاويه التيجانيه اللي في السنغال عندهم ارتباط كبير بمدينه فاس، ماشي وليد اليوم، هو قرون. ولكن منين جاء الملك محمد السادس ووضع الاسس ديال السياسه ديالو اللي كما قلت لك فهي نواتها اقتصاديه ولكن عندها قوه ناعمه، زكا هذا العلاقه الروحيه ما بين المغرب وهذيك الدول، فطلق مؤسسه محمد السادس للائمه والمرشدات، وكيجيو للمغرب كياخذوا التكوين ديالهم وتيمشيو ائمه مغاربه لعندهم تعطيهم التكوين. هذا الشيء علاش؟ باش المغرب كيساهم في انتشار الاسلام المعتدل، الاسلام المالكي المعتدل. وكيقوي العلاقه الروحيه اللي عندهم هذيك الدول. هذا من الجانب الروحي. الا مشينا مثلا لجانب الهجره، المغرب اول دوله افريقيه يمكن لي نقول لك اليوم هي الوحيده اللي عندها سياسه الهجره قائمه بذاتها، وهي الدوله الوحيده اليوم
كتعطي المهاجرين حق أن يكون عندهم البطائق ديال الإقامة، وأن المغرب ما بقاش دولة عبور تجاه أوروبا بل ولا دولة استقبال. كاينين مهاجرين المغرب اللي كيجيو كيسكنوا هنا كيشتغلوا ولا كيدرسوا كيديروا حياة كيتزوجوا كيولدوا كيوليو مواطنين عايشين مع الإخوان ديالهم مواطنين المغاربة وعندهم الوثائق ديالهم قانونية وعايشين معنا بصفة شرعية. المغرب اليوم راه قنن واحد 100,000 حالة اللي مقنن بالوثائق وكل شيء، وهذا الشيء أعطاه التنويه ديال الأمم المتحدة، لأن هذا عمل كبير، والتنويه ديال الأمم المتحدة جعل الاتحاد الإفريقي يعترف للمغرب بهذا الريادة في هذا المجال، وعطى للمغرب أن يخلق المرصد الإفريقي للهجرة وكل مقر ديالو المغرب. تيبين لك هذا الشيء راه وراه واحد العمل كبير ما جاش اعتباطي. نعم، كاين واحد الجانب اخر ضمن الروافد اللي تكلمت عليها السي سمير هو الامن، وخصوصا التحدي الكبير ديال الجماعات المسلحه. المغرب حاضر بقوه في افريقيا من خلال الاجهزه ديالته، من خلال التصدي، من خلال يعني التنسيق ديال باقي الاجهزه. كيف ممكن تكلموا على هذا الجانب الامني في التنسيق الامني بين المغرب وباقي المغرب عنده أفريقيا. تاريخ كبير في مجال الامن والسلم في افريقيا، لانه المغرب منذ بدايه الستينات بدات يشارك ضمن الفرق الامميه ديال القبعات الزرق لتثبيت السلم في بعض المناطق الملتهبه بافريقيا، سواء الحروب الاهليه او النزاعات الطائفيه. من بعد 1999 تزاد هذا الشيء بالقدوم ديال الملك محمد السادس، تزاد هذا الشيء ولات المشاركه ديال المغرب فعاله ومكثفه في واحد عدد كبير من الدول، وتجاوزت غير المشاركه بقبعات الزرق الى ما الى المساهمه مثلا في انشاء المستشفيات الميدانيه العسكريه في عدد كبير من الدول لتقليل من معاناه المدنيين، ولكن كذلك لمد يد العون والاسعاف الطبي للعسكريين والقوات المسلحه ديال دول الاستقبال. فاذا هنا المغرب عنده سياسه واضحه وتم استمراريه والتحسين والتطوير ديالها. نعم، كسؤال الأخير اللي غنمشيو ايضا ضمن المكاسب اللي كنتكلموا عليها، وحنا نقدم لكتابك محمد السادس الملك الافريقي، هذا الجانب الدبلوماسي. نعم، ربما ميدانيا يظهر ذلك او تظهر ثمرات هذا الجهد الملكي في افريقيا من خلال فتح عدد من القنصليات في بين العيون وبين الداخله، ايضا التغلغل المغرب وسط منظمه الوحده الافريقيه. يعني كيف ممكن تكلموا على الجانب الدبلوماسي بالاساس؟ هذا الشيء اللي قلتي كله هو ديك الثمره اللي كتجي وكطيب وكتقطفها قبل ما كتوصل لهذا الوقت هذا باش تقطفها، راه كتاخذ واحد الفتره، واحد هذاك الفتره وذاك الوقت باش كتنضج هو العمل اللي قامت به الدبلوماسيه المغربيه، وهذا الشيء اللي عشته انا عن قرب، وذاك الشيء اللي دفعني، لان بصراحه انا كنت قريب وكنت كنشوف واحد الجهد كبير كيتعمل اللي ما يمكنش لينا نقيموا القوة ديالو من خلال تقرير ولا نشرة إخبارية في التلفازة تتشوفها وتدوز لحياتك العادية. ولكن في الكتاب هنا فنذكرت بعض الأمور وبعض الكواليس اللي تتقال أول مرة باش كتعرف بأي جهد وصلنا أننا ندخلوا الاتحاد الإفريقي ونسترجعوا المكانة ديالنا، والملك محمد السادس يدخل قاعة مانسيل مانديلا ويلقي الخطاب الشهير. أنا بالنسبة لي هذيك اللقطة هي القطف ديال ديك التمارة، ولكن قبل منها كان عمل دبلوماسي رائع وعمل دبلوماسي كبير. بصراحة أنا عشت في عدد من دول وكنقل بعض الكواليس ديالو، وبالتالي اليوم المغرب كنا نقولوا انه استرجع المكانه اللي هي كانت دائما ديالو، ولكن اليوم بصفه رسميه وعنده حضور قوي في الاتحاد الافريقي، لانه منين استرجعنا المكانه ما بلغناش الغايه. فالغايه هي ان يكون عندنا موقع قوي. الموقع قوي كيف ما قلتي، واحد كاين اليوم واحد 30 قنصليه اللي تفتحت ما بين العيون والداخل. هاد 30 قنصليه راه هي اللي قلت لك قبيله انه منين جا الملك محمد السادس في 1999 لقى نص في افريقيا معترفين بوليزاريو، ولكن قال غادي نمشيو حنا بسياسه اقتصاديه وتعاون جنوب جنوب رابح رابح، ونخليو المسائل السياسيه جانبا غادي تجيب بوحدها. راه هذاك هذاك المجهود الاقتصادي اللي دار راه هو اللي جاب لك الجانب السياسي، لان انا كنتعامل مع واحد الدوله
وديك الدوله كتشوف بانني كنتعامل معها بنزاهه وبجد ورابحه معايا وكنشغل ليها الناس ديالها وكنكون ليها الناس ديالها، فابسط حاجه كدير في الميزان شنو غنربح مع المغرب شنو غنربح مع البوليزاري، كتلغي لك الاعتراف بالبوليزاري تلقائيا. شحال من دوله تلقائيا ما ضغطش عليها كاع المغرب لا دبلوماسيا تلقائيا، لان ميزان القوى اختل لصالح المغرب واختل، واللي جميل انه اختل مشى تلقائيا بالقوة الناعمة بالمبادرة الاقتصادية مبدأ رابح رابح، حتى جاوب واحد من الناس تعرف تيقول لك اودي الناس ما قعدنا ما نديرو بهم، حتى كيلغيو الاعتراف وتيوططوا العلاقة مع المغرب، وكاين منهم اللي مشى فتح القنصلية باش وصلنا ل 30. دونك راه في هاد 20 سنة راه خلقت ثورة دبلوماسية على الصعيد الإفريقي. نعم. سيد سمير شوقي، كنت معنا ضمن تقديم كتابك محمد السادس الملك الافريقي 20 سنة من الدبلوماسية، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم. مشاهدي الكرام، شكرا جزيلا لكم والى اللقاء.